ثم جاءت حقب، توالت حقب، ضعف فيها مذهب أهل السنة وكثرت البدع وانتشرت الضلالات بعد عصر شيخ الإسلام وتلاميذه، عصر الركود وعصر الجمود وعصر تقليد الأعمى. وبلاد نجد ما كانت تذكر، مغفول عنها، تعتبر بادية أو شبه بادية، قرى ومزارع وبادية الرعاة، وما فيها يعني مطمع لأحد، وكل بلدة عليها أمير يحكمها مستقل بها عن الآخر. فأمير عرقه ما يخضع لأمير الدرعية مع ما بينهما من التقارب، كل واحدة تعتبر مملكة مستقلة. وكان العلماء الحنابلة في نجد معنيين بالفقه، يدونون الفقه ويحررونه ويؤلفون فيه وينسخونه، عنايتهم بالفقه. أما العقيدة فهم على عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية، وعندهم تصوف وعندهم بدع وعندهم ما عند البلاد الأخرى، بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم في باديتهم وفي قراهم وفي نعم القرى فيها علماء، لكنهم علماء فقه فقط. وكانوا يذهبون إلى الشام يتتلمذون على علماء الشام الحنابلة ويحملون عنهم الكتب والفقه في مذهب الإمام أحمد. هذا خير كثير، لكن العقيدة ليس لهم بها اهتمام، الناس كل على ما هو عليه من صوفية وقبورية وشر، والسحرة لهم دور والكهان لهم دور والقبائل تحكم بالأعراف القبلية وهكذا. وأظهر الله الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأعطاه الله من الذكاء والفطنة ما جعله يدرك ما عليه الناس، فكان من صغره يقرأ ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين ابن القيم وابن تيمية، ويقرأ في كتب السلف هو وحده فقط. ثم إنه لم يكتفي ببلده، سافر إلى البلاد الأخرى، سافر إلى مكة حاجاً وأخذ عن علمائها، وسافر إلى المدينة وأخذ عن علمائها، ثم سافر إلى الأحساء وأخذ عن علماء الأحساء، ثم سافر إلى العراق إلى البصرة، ولقي فيها من العلماء من لقي، تتلمذ عليهم وتعلم منهم ونسخ من الكتب، ثم أراد أن يسافر إلى الشام ولكن لم يتيسر له ذلك، ثم رجع إلى نجد.